نكمل موضوعنا بعد ما نستقبل ضيفنا الدكتور عبد الله غازي، طبيب متخصص في الاستشارات النفسية الزوجية والعائلية. وحيا الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا دكتور عبد الله، شرفتنا. هلا شرفتنا والله، نورت بين النواعم اليوم. وكمان بلدياتي من جده موجود. اهلا دكتور. الله مرحبا دكتور. اول شيء نورتنا هنا اليوم. ثاني أسألك سؤال، احنا دائما نتفرج افلام ديزني ونشوف انه السعاده الابديه وفي حب، دائما النهايه تنتهي بالزواج، happily ever after. وطبعا السعاده الابديه هذه، هل هي شيء رياليستيك، شيء واقعي في عالمنا الحالي؟ هو يعتمد على تعريفنا للسعاده نفسها، لانه السعاده تاخذ اشكال مختلفه في مراحل مختلفه في الحياه الزوجيه نفسها. الله. فالشيء اللي يخلينا سعداء في بدايه الحياه الزوجيه مثلا في العشرينات ممكن يكون له علاقه بقديش اوت جوينج، قديش نخرج، قديش نعيش من الحياه، يختلف عن الثلاثينات اللي ممكن نبحث عن شراكه حقيقيه في المهام والمسؤوليات. ممكن بعد كذا في الأربعينات أو الخمسينات لما تتغير الظروف الأسرية نفسها، ممكن الأطفال خرجوا من المنزل، هذا كله يلعب دور في المشاعر، ممكن يتحول إلى عشرة أكثر. أمل اليوم أنت ما أنت معنا بس ضيفة وبس، أنت اليوم محاورة كمان، محاورة مذيعة معنا. عندك أي سؤال حابة توجهي للدكتور؟ لا خليني أسمع بس آراءه عشان أقدر استطرد. طب انا عايز اسال على حضرتك حاجه. دلوقتي عارف جون جوتمان اللي هو السايكولوجيست، فهو بيقول في اربع طرق او اربع طريقه كلام ما بين الزوجين بتوصل لازم للطلاق، اللي هي النقد، او ان انت تعمل سنون وولك ان هو احنا مش هنتكلم، واللي هي ديفنسيفنس وكونتمت. دول بيقولوا اكيد هتوصل للطلاق. وش هم بالعربي؟ لانه هم بالعربي مشاهدينا يتكلمون. انا عايزه حضرتك تشرحها اكتر، انه قولها انه ليه دول مهمين جدا الناس تاخد بالها في كلامهم وطريقتهم. احنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا. صحيح. هو شوف التواصل بشكل عام، لما ناخذ الموضوع بشكل اكثر عمومي عشان نغطي نمط الشخصيات مختلف، انا احاول اتجنب التعداد 3 4 5، لانه الحياه معقده اكثر بكثير من ارقام معينه. لكن التواصل وطبيعه التواصل، خصوصا لما يكون من اشكال التواصل اللي تنهي أي مجال للتطور في هذا التواصل، مثل عدم الكلام، أو البني آدم اللي ينتقد باستمرار، أو بعض العلاقات اللي تحتوي ما بين الطرفين فيها على درجة عالية. الكونتمت بمعنى الاحتقار أو الازدراء، لكن هي في للأسف تبدأ أحيانا بعد لحظات من تضحية غير مناسبة. صح. فبعد التضحية هذه يبدأ الطرف المضحي أساسا يشعر أن تضحيتي يبدو أنها لم تكن في محلها، ومع كل خطأ صغير طالع في الإنسان اللي قدامه أنا ضحيت لأجلك، حتى لو لم ينطقها الشخص تنطقها مشاعره وطرق تواصله مع الناس. وهذه للأسف ممكن تقود فعلا إلى نهاية العلاقة، خصوصا إذا ما كان في تدخل في اللحظة المناسبة للوعي بهذا الشيء، لأن كلها من أساليب التواصل اللي لمن يوعى فيها الإنسان هناك احتمال وأمل إنها ممكن تتغير إذا كان هو راغب بهذا التغير. جميل. طيب دكتور، متى برأيك الزوجين لازم يلجؤون لدكتور، يعني لدكتوري أو أخصائي نفس يعني نفسي وأسري لتحسين علاقتهم؟ والله شوف السؤال متى لازم. يس. قبل متى لازم في متى يحتاجوا. صح. لأنه في فرق ما بين لما نحتاج نروح ولما لازم نروح. لازم نروح في العادة تيجي بعد مصيبة للأسف. صحيح. بعد صار في اختلاف معين ما عرفنا نحله، أو الحل حقه لم نشعر إنه إحنا راضين عن هذا الحل. فهذه اللحظة اللي لازم نروح فيها لطرف ثالث، ما يكون حكم أو قاضي بقدر ما هو يسهل أو يحسن. صح. من أساليب النقاش بحيث أنه هو يحاول يعبر الحاجز اللي وقف. صحيح. عنده الزوجين نفسهم. outsider's perspective، يحتاج أحد من خارجي. بس متى نحتاج نروح؟ أنا أعتقد نحتاج نروح في أوقات أبكر من كذا، لما نبدأ نلاحظ أنه في تغير قاعد يصير في جودة الحياة الزوجية. صح. نفسها لسه ما صارت مصيبة الحمد لله، لكن إذا استمرنا بهذا الطريق هذا ممكن يفتح باب مشاكل في المستقبل، خصوصا اذا لمس حاجتين رئيسيه بالنسبه لي انا، اللي هو التواصل. اذا التواصل الفعال انسد بشكل او باخر. صحيح. والشيء الثاني اذا بداوا الطرفين يبعدون عن بعض في حياتهم اليوميه بشكل اكبر، او يكتمون مشاعرهم اكثر. يعني انا نصيحه بوجهها للرجال، حسوا في خطر متى ما المراه بطلت تتكلم، متى ما بطلت تعاتب المرأة إذا هي. صح. فقدت الأمل من إصلاح الحياة الزوجية. أيه. على طار التواصل بعد، في نقطة مهمة جدا 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 وأرجو أنها تفهم بشكل سليم، أنه بالنسبة لي أنا الطلاق يبدأ من الفراش. أنا ما أقصد فيها الفراش، أقصد العلاقة الزوجية، وإنما لما الواحد يزعل يسحب حاله يروح ينام. صحيح. بعيد عن زوجه، وهذا نوع من أنواع التواصل. جمالا دكتور، برأيك ليش تقع دائما مسؤولية إنجاح الزواج على المرأة؟
ليش دائما يقولون المرأة هي اللي معمرة أو هي اللي مخربة الحياة الزوجية؟ من خلال خبرتك هل أنت شايف بأنه فعلا ما زالت هذه الظاهرة منتشرة في عالمنا العربي من خلال الحالات اللي تمر عليك؟ شوف، هو كلاسيكيا للأسف تاريخيا كان في عبء ووزن أكبر على الأنثى في العلاقة الزوجية، أنه هي تكون صمام أمن هذه العلاقة. وهذا طبعا أول شيء يحط عليها ضغط كبير غير منطقي وغير عقلاني، بس في نفس الوقت يدي مخرج للرجل، وهذا المخرج اجتماعي تاريخي، أنه هو ما هو لازم يركز في هذه الأشياء، هي مسؤولية الأنثى. ممكن هذا كان مقبول في فترة زمنية معينة، حقبة زمنية معينة، لكن الحياة قاعدة تتغير والمسؤوليات قاعدة تتغير، وكثير من التوازن اللي ممكن نسميه توازن كان موجود سابقا قاعد يتغير، لأنه أدوار الجنسين قاعدة تتغير في الحياة الزوجية اليوم، شئنا أم أبينا، وفي أغلب الأحيان قاعدة تتحور إلى حاجة فيها مساواة أكثر ما بين الطرفين. وهذا ينقل الوزن اللي كان ملقى تاريخيا على الأنثى، أنه هي صمام الأمان النفسي للعلاقة الزوجية، هنا الرجل لازم يحمل وزنه أيضا في هذا الموضوع. فإذا كان هذا الشيء زمان ممكن يعدي، قدروا أجيال معينة أنهم يتخطون بهذه الطريقة، الأجيال الحالية أعتقد أنه صعب جدا يقدرون يتخطون للوعي اللي صار موجود في هذه في العلاقات في هذا الزمن. والشيء الثاني لتغير الأدوار بين الجنسين في هذه العلاقة. دكتور، حاب أسألك، تعرف بعد عدة سنوات من الزواج، طبعا تسمع دائما في كثير زواجات يقول لك السنة السابعة مرة صعبة، لا السنة الأولى صعبة، لا الثالثة صعبة، دائما في على قول شيرين برايم نمبرز. كيف الواحد بعد مثلا عدة سنين في الزواج يقدر يوصل انه يجدد هذا الزواج، يكون في، كنت بقول لها كيف نعمل سبايس ان ذا ماريج اجين، كيف نجدد العلاقة؟ هل هي سفرة؟ هل هي عشوة أسبوعية؟ ايش الشيء اللي يقدر يخلي الزواج هذا ناجح وما يخش مركبة الركود او الملل او انه خلاص الست تحس انه روتين؟ كيف نقدر نغير هذا الشيء؟ اول شيء هذه من الاساس لما تكون فيه زي العلامات اللي تنبه لاحتمالية حدوث مشكلة في المستقبل في العلاقة الزوجية، هو هذا الملل، هذا الشعور أنه حياتنا مع بعض لم تعد بذات المتعة التي كانت عليها في مرحلة معينة من حياتنا. هذا الشيء يخلينا دائما نبحث عن how to spice it up، كيف نقدر نرجع هذا الشيء اللي موجود قبل ما نوصل. وحتلاحظونا دائما في كلامي قبل ما نحل المشكلة خلنا نتكلم عن كيف نقي منها أساسا، كيف we don't fall into هذا الترابس، كيف ما نوصل لهذه المرحلة أساسا. نبدأ من أنه إحنا لازم نحافظ على شيء مشترك ما بيننا نسوي سوا. حياتنا بتختلف، مو لازم نكون شبه بعض، كل واحد عنده اهتماماته، كل واحد عنده رغباته في الحياة، لكن نحرص على يكون بيننا شيء مشترك دائما. لو حاجة معينة في الأسبوع نطبخ سوا، ولا نتفرج حاجة على التلفزيون مع بعض، أو عندنا مجموعة من الأصدقاء نخرج معاهم مع بعض، اهتمام مشترك موجود. هذا الاهتمام إذا أصبح طقس من طقوس هذه العلاقة ممكن يتغير، ممكن في أول كم سنة نركز على أصدقاء، بعدها نركز على سفرة معينة أو على هواية معينة نروح نجري مع بعض في الصباح، في شيء مشترك يظل ما بين الزوجين. لا، وغير عن هذا دكتور، ولا قطعان بحديثك، في كثير من النسوان خلص متى ما تزوجت أو الرجل خلص زوجتي فأنا أفقد رغبة أني أثير اهتمامها من جديد أو أهتم في شكلي أو كذا وكذا. هذه الأشياء لازم بعد تراعى. جمال الحديث معك ممتع، كل الشكر لوجودك معنا. شكرا.